التردد. لاحظ في قانون الرياضيات التردد، متى التردد يساوي عدد الاهتزازات؟ اذا كان الزمن واحد او وحدة اللي هي واحد ثانية. فاذا لما نيجي نعرف التردد من القانون، التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة خلال واحد ثانية. التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة خلال واحد ثانية. يبقى البصص والبصمة 5 في 1 ثانية. اذا تعريف التردد عدد الاهتزازات الكاملة في وحدة الزمن او اللي هي واحد ثانية. وحدة قياسها طبعا هرتز او ثانية سالب واحد. طيب الزمن الدوري مقلوب التردد، يعني كنا نقول عدد عدد الذات على الزمن، احنا نقول الزمن على عدد الذات، نفس الفكرة. متى الزمن الدوري هو الزمن؟ لما يكون اهتزازة كاملة او ذبذبة كاملة او موجة كاملة. اذا لما نيجي نعرف الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة واحدة، يبقى البسط يساوي البسط مقام بيساوي واحد ايه اهتزازة. يبقى نقول تعريف الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة، هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. الطور، تلاحظ ان هناك نقاط لها نفس الطور، اي تهتز بنفس الجزء بنفس الايه النوعية. فهو موضع واتجاه نقطة مادية في لحظة ما، فهو موضع واتجاه نقطة مادية في لحظة ما. لما نيجي نقول الطور الموجي، ممكن تقول هو المسافة بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين او المسافة بين نقطتين متتاليتين لهم نفس الطور ونفس الإزاحة ونفس الاتجاه. فلما نقول الطور يبقى نقاط لها نفس الايه الإزاحة ونفس الايه الاتجاه، او المسافة التي تتحركها الموجة خلال زمن دوري واحد، او المسافة التي تتحركها الموجة خلال زمن دوري واحد. القمة، القمة هي النهاية العظمى، هي النهاية العظمى في الاتجاه الموجب. ده قمة قمة قمة، فهي دي النهاية العظمى للإزاحة في الاتجاه الموجب. بينما القاع هو النهاية العظمى للإزاحة في الاتجاه السالب. يبقى الفرق بين القمة هي النهاية العظمى للإزاحة في الاتجاه الموجب، والقاع هي النهاية العظمى للإزاحة في الاتجاه السالب. التضاغط، التضاغط هو تقارب، لاحظ الرسمة أمامك، التضاغط هو تقارب جزيئات الوسط. التضاغط هو تقارب او الموضع الذي تقارب فيه جزيئات الوسط، بينما التخلخل هو الموضع اللي بيتباعد فيه جزيئات الوسط. يبقى تاني، التضاغط هو الموضع الذي تتقارب فيه جزيئات الوسط، هو الموضع الذي تتقارب فيه جزيئات الوسط، بينما التخلخل هو الموضع اللي بتتباعد فيه جزيئات الوسط. لما نشوف العلاقة، ان السرعة بتساوي الطول الموجي في التردد. تاني، السرعة تساوي الطول الموجي في التردد. لما نيجي نقول الطول الموجي حبينا نجيبه في طرف، يبقى مين اللي فوق؟ اللي فوق في السرعة واللي تحت التردد. بينما لو جبنا الطول الموجي